في مقطعنا لهذا اليوم جبت لكم يا اخي الكريم ثغرات الحصول ان شاء الله على لاعب ايبيك بوستر من باكج الايبيك بوستر الجديد ان شاء الله. لما لا سوف نحصل على جيرارد، الكسندر ارلوند، الحارس سيمان او نسخ هايلايت اسطوريه كصاليبا، كايسيدو، يعني ستونز، بيكفورد، الكثير من النسخ الاسطوريه. صراحه اي نسخه هايلايت سوف تحصل عليها فهي بمثابه لاعب ايبيك. المهم اول خطوه سوف نقوم بها الدخول كايسيدو مرتين هكذا، ركزوا معي اخوان، ثم نفس الشيء عند يعني باللعب، ثم سوف ننتقل عند ستونز مرة واحدة والاطلاع على احصائيته، ثم نفس الشيء عند بيكفورد، بعدها سوف ننتقل عند صاليبا ثلاث مرات يا اخي الكريم، بعدها سوف ننتقل عند هاريس سيمان مرتين، ثم اربع مرات يا اخي الكريم عند الكسندر ارلون، ثم جيرارد يا أخي الكريم مرتين هكذا والإطلاع على إحصائيته، ثم مباشرة ما عليكم سوى الرجوع يا أخي الكريم واللف ب 100 كوينز أو 900 كوينز. كما ترون يا إخوان يعني حصلنا على لاعب هايلايت من أول لفة فقط يا أخي الكريم، كما ترون يعني والله العظيم من أول 100 كوينز حصلنا على لاعب هايلايت صاليبا يا اخوان. اوكي اخوان يعني شيء اسطوري بطبيعة الحال كما ترون يا اخوان، صاليبا مضمون يا اخي الكريم.